برنامج ذا ما تحمل، والله ما عندي طاقة، ما عندي طاقة. في ناس يحبون كذي كيفهم عليهم بالعافية، أنا ما عندي هالطاقة، نوي أنا مش بتاعت الكلام ده، ما تحمل. حب الإنسان طبيعي شنو ما كان. وعد تجنن بعد عفوية، تجنن وعد عسل. صباح النور والسرور. سارة الودعاني عسل، عسل بس شوي محزر يعني. والله ما أعرف عامر صباح راح ينتج ما راح ينتج مرة ثانية، أنا مو موقعة معاه عقود. نفس المذيع نوال درويش لما جابت بنت دلوعة حيل ببرنامجها، كان اللقاء سخيف ممل من دلع البنت. والله كل واحد له وجهة نظر، كل واحد له طريقة في في الإعلام كيفه. مين نبي موقف محرج صار معاك؟ أول مرة التقيت في حليمة بولند، حليمة بولند كانت طالعة في كم حلقة الأخيرات من برنامج ذا بيست في تلفزيون الكويت، كانت بعدها ما تخرجت من كلية الإعلام نهائيا. فحليمة فسوت ضجة، جت كبديلة حق الله يرحمه وغمد روح لينا المذيع سليمان العتيبي. فالمهم نية كانت أياميها مسوية مو شايفتها نهائيا، فدشيت عند مبارك السهلي، كان عندي برنامج إعدادي قاعد أشتغل عليه في تلفزيون الكويت. أول ما طلعت حليمة يعني حجي صار 14-15 سنة شيء بالحدود هاي. فكان عندي برنامج إعدادي وداشة عند مبارك السهلي، دشيت عند مبارك السهلي كان أياميها مدير إدارة المنوعات في تلفزيون الكويت. كانت حليمة قاعدة، كانت حليمة قاعدة لابسة نظارة مو حاطة ميك اب نهائيا. ما انتبهت نهائيا ان هذه حليمة، دشيت قلت السلام، سلام حق الكل سلم. حتى ذكرت انه كان في محرم، ان اتذكر حليمة كانت جاية لابسة اسود ومو حاطة ميك اب. اوكي اوكي فدشيت عند مبارك السهلي قلت له هذا برنامجي وانا ابي يتسوى يتم تنفيذه، وهو فكرته 1 2 3 4 5 6 7 ما شنو. قال لي منو تبين يقدمه؟ قلت له ابي حليمه بولند هذه الجديده. شو يقول لي هذه حليمه ما عرفتها. على فكره انا ما شفتها حاليا، يعني انا خلال 10 سنوات او 11 سنه انا ما شفت حليمه من غير ميك اب اساس. احنا مو قاعد نلتقي حتى لو هي بميك اب. هني في البدايه شفتها ما كانت حاطه ميك اب، اقسم بالله في ذاك الزمن وجهها كان اجمل من غير ميك اب. الحين ما ادري، كان اياميها ما في الأشياء مالت التجميلية هذه، ما تحكي ما حد عارف إذا سوت عمليات تجميل. أنا عارف إن هي سوت حق خشمها، هو خشمها كان متعبها. فأمانة البنية ويها من غير ميك اب جميل، أحلى وايد من الميك اب اللي كانت تحطه زمان أول ما طلعت. هني عرفت حليمة. الموقف كان محرج إن أنا طلبت وحدة وأنا دشيت وأنا ما أعرفها، وقالوا لي إن بعدين في الآخر إن هذه بس. الحين وبشرتها كانت جدا صافية ترى جميلة. الحين شنو صار بالبشرة
من تعب سبب الميك اب 24 ساعه الدنيا ما ادري شو، ما شفتها امانه نهائي عشان ما اقدر اقول، يمكن الحين اجمل من اول من غير ميك اب، ويمكن لا ما ادري. مي، منو أفضل منتج حاليا بنظرك؟ عبد الله السيف وباسم عبد الأمير. أحلى صباح. عبد الناصر درويش ما يطلع لقاءات. مي، وش احسن مسلسل خليجي بنظرك؟ ما يصير، ما يصير ان احنا نقول مسلسل واحد من دون مليون مسلسل، ما نقدر، ما استضيف ود حسين، في خلاف بيني وبينها، في قبل برنامج، في برنامج عندي استضفتها في فترة ما. ليه يا ريت تستضيفين ماجد المهندس. من نوشة ويلكم. سلام، تمام بخير فضل رب العالمين. انت اللي تحددين منو تستضيفين ولا في احد هو اللي يحدد؟ انا ما حد يبي يضيف، ومو مسموح لحد يبري ضيف اساسا، ما في احد يقدر يجبرني انا اقعد ساعتين قدام شخص انا ما